العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إلى حصة أصول الفقه إن شاء الله. وبعد أن أخذنا مقدمة تمهيدية من الإمام عبد الواحد بن العاشر وبينا معاني في المعنى الست في مقدمة أصولية، نعود الآن إن شاء الله لشيء من العمق والتوسع في بيان هذا العلم الجديد وهو علم أصول الفقه. اعتاد أهل العلم أن يتحدثوا عن لمحة تاريخية عن أصول الفقه وعن المدارس أو أشهر المدارس التي عرفت في التاريخ الإسلامي. فإن شئتم نكتب عنوان الاتجاهات الأصولية أو شيخ. نعم أقسم الحكم التكليفي لا إن شاء الله نحاول نحكم هذا، يعني كان الأول أن نبدأ بالمقدمة هذه قبل أقسم الحكم التكليفي. وعملنا مقدمة، احنا أخذنا فقرة صغيرة أقسام الحكم التكليفي ولم نبدأ في هذه الأقسام. فلما تطرق إلى الواجب والمندوب والحرام والمباح لأننا عندما ناخذ على هذه المقدمة بس لمحة تاريخية أو عن أصول الفقه إن شئتم أو الاتجاهات الأصولية. لمحة عن تاريخ أصول الفقه. أصول الفقه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصر التدوين. أصول الفقه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصر التدوين. نكتب الشيطان. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. الذي هو المصدر الأول من المصادر. وكانت سنته القولية والفعلية والتقريرية. مصدر آخر بعد القرآن الكريم. أي من مصادر التشريع؟ وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على ممارسة الاجتهاد فيما ليس فيه نص. يعني نص سواء كان القرآن أو من السنة، نص وحي مع إرشاده إلى طرق الاستنباط. مع إرشاده إلى طرق الاستنباط من النصوص
واستعماله صلى الله عليه وسلم، واستعماله صلى الله عليه وسلم للأساليب القياسية، للأساليب القياسية. نقطة أخرى أو شبه عن آخر، أصول الفقه في عهد الخلفاء الراشدين، أصول الفقه في عهد الخلفاء الراشدين. قام الصحابة رضي الله عنهم، قام الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأعباء الحكم، بأعباء أي مسؤولية، بأعباء الحكم والقضاء، بأعباء الحكم والقضاء والإمامة والفتوى، والإمامة والفتوى. فصل. وقد ظهرت في هذا العهد، وقد ظهرت في هذا العهد أدلة جديدة للتشريع، أدلة جديدة للتشريع. مثل ماذا؟ شكون يقول لنا مثل هذا؟ طبعا نحن نعرف الكتاب والسنة، وبعد يجي دليل الآخر. أصابع من غير المظاهرات واعتصامات، أصابع. تفضل. أحسنتي. الإجماع، نعم. أول ما بدأ في عهد الصحابة، وهذا هو الإجماع حقيقة، إذا أطلق الإجماع فالمقصود به إجماع الصحابة، ثم ما بعده من أهل العلم. قلنا وقد ظهرت أدلة جديدة في هذا العهد مثل الإجماع. كإجماعهم، نعطيك أمثلة على ذلك، كإجماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، كإجماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فصل. وش نيح حاجة أخذ من أجمع عليها؟ شكون يحب يتكلم؟ ثم حاجة ما كانتش موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت هكذا نازلة، حدثت جديدة في عهد الصحابة، فترددوا فيها وتناقشوا فيها بين مثبت وبين نافي، بين مقر ومحل وبين محرم ومانع، وبعد ذلك اجتمعت أقوالهم وتآلفت على إقرار هذا الشيء. تفضل. أحسنتي. نعم، جمع المصحف، اكتبوها فاصل، وعلى كتابة المصحف، وعلى كتابة المصحف، لأن حقيقة هو لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب، تنزل الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الكتبة، وكان عنده كتب من الصحابة، فيكتبون على الجلود وعلى الرقاع وعلى الأكتاف والعظام والحجارة، طرق بدائية مثل ما يشعر في ذلك العهد، بل 14 قرن ونحو، ومع ذلك ما تجمعش في سجل واحد، في كتاب واحد، بين لفتين وبين جلدتين. فهذا الأمر لم يتم إلا في العهد، بدأ في عهد أبي بكر عندما استحر القتل بالحفاظ ودعوا إلى حفظ كتاب الله، يعني إذا مات الحفاظ ذهب معه القرآن، فبدأ عمل الجمع كله في عهد سيدنا أبي بكر، ثم في عهد سيدنا عمر، ثم كان الجمع الرسمي في عهد سيدنا عثمان، حيث خرج المصحف الإمام مصحف سيدنا عثمان، والذي أقره وأنزل به سائر يعني الأنصار والبلدان في تلك الدولة الإسلامية، وأمر بحرق تقديم المصاحف حتى لا تختلط، خاصة بسبب الحروف، لو نزل القرآن على سبعة أحرف واحد يقرأ كلمة ودخل كلمة فوقها فتنة، فأمر بإتلاف بقية المصاحف وبإقرار التزام عن مصحف الإمام وهو المصحف العثماني الذي جمع فيه يعني أشهر القراءات وأعظم الروايات وأصحها على حرف واحد. إذن حاجة أخرى قلنا على كتابة المصحف وجمع القرآن، نعم، وعلى كتابة مثال كتابة المصحف وجمع القرآن. وقد ساعد، وقد ساعد على انتقاد هذا الإجماع وجود فقهاء الصحابة في مكان واحد، وقد
وقد ساعد على إدخال هذا الإجماع وجود فقهاء الصحابة في مكان واحد. أنا ممكن ذلك المدينة، المدينة أي مركز الخلافة، خلافة النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم والسلطة المركزية، وكما تعلمون الإجماع مقصود به إجماع أهل العلم، مش إجماع على الخطارة والنجارة والناس البسطاء والجهلة، لا لا، مقصود به أهل العلم، هذا هو الذي يعنينا. فنقطة أخرى، كما توسعت دائرة استعمال القياس في هذا العهد. طبعا نرى في دراسة القياس كيف أنه هي مسألة حادثة جديدة فنقيس عليها مسألة قديمة إذا اشترك في العلة. كما توسعت دائرة استعمال القياس في هذا العهد. فصل وبروز بعض القواعد الأصولية. وبروز بعض القواعد الأصولية في استنباط الأحكام. إلا أنهم لم يدونوها، يعني القواعد الدينية، إلا أنهم لم يدونوها لأنها كانت تجري سليقة، لأنها كانت تجري سليقة في نفوسهم، يعني على السليقة على البديهة كانت تأتي، مش بتعليم التأصيل، لأنها كانت تجري سليقة في نفوسهم وملكة راسخة فيهم، لأنها كانت تجري سليقة في نفوسهم وملكة راسخة فيهم. نقطة أخرى شدها عن الآخر، أصول الفقه بعد عصر الخلفاء الراشدين. أصول الفقه بعد عصر الخلفاء الراشدين، بعد زمن الخلفاء الراشدين، نكتب بعد زمن الخلفاء الراشدين. الله أكبر. بعد زمن الخلفاء الراشدين تفرق الصحابة في الأمصار، تفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار بعد مقتل عثمان أساسا رضي الله عنه، تفرق الصحابة في الأمصار، يعني في البلدان، في الأصقاع الخلافة. وعلى أيدي هؤلاء الصحابة، تخرج التابعون، يعني تتلمذوا عليهم وتخرجوا. وقد اختلفت مناهج التابعين في الاستنباط، بناء على توجه كل قطر بفقه وفتاوى الصحابي الذي حل فيه أو يعيش فيه، يكون الصحابي هز معها مذهب، هز معها منهج تفكير علم كامل. وأهم
خصائص هذه المرحلة ظهور الاستدلال بأقوال الصحابة. من سمعت خصائص هذه المرحلة ظهور الاستدلال بأقوال الصحابة، يعني أصبح عنصر داخل أضيف إلى الكتاب والسنة والإجماع، الاستدلال بأقوال الصحابة ظهور الاستدلال. يقول قال ابن عمر، لا قال معاذ، يقول قال أبو بكر، أضيف ظهور الاستدلال بأقوال الصحابة. ثانيا اتساع دائرة الخلاف، اتساع دائرة الخلاف هذا في عصر التابعين، اتساع دائرة الخلاف بدأت بشيء من المذهبية والشتت. ظهور مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، ظهور مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. سعيد بن المسيب مقبولة أو مرسيل من التابعين، فلم يحتج
الشكل الفرنسي. اشتداد النزاع أي مخففة اشتداد النزاع. اشتداد النزاع بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث. اشتداد النزاع بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث. وكثرة المناظرات. والجدل. الشبه عن الذي هم هنا الآن تدوين أصول الفقه. تدوين أصول الفقه. دون الإمام الشافعي رحمه الله معروف محمد بن إدريس الشافعي. دون الإمام الشافعي رحمه الله أصول الفقه في كتابه الشهير. ما اسم الكتاب؟ الرسالة. في كتابه الشهير الرسالة. هذه أول كتاب في أصول الفقه. وقد دفعه لوضع هذا الكتاب عدة أسباب. أولا أو آل الشيخ ضعف اللسان العربي. بدخول الأجانب إلى الإسلام. دخول الأعاجم من الفرس والروم والترك. ضعف اللسان العربي بدخول الأجانب إلى الإسلام. ثانيا أو باب الشرك. اشتداد النزاع بين المدارس الفقهية. اشتداد النزاع بين المدارس الفقهية. آخر عنصر بعد الناس أو بعد المسلمين بعد الناس عن العهد النبوي. بعد الناس عن العهد النبوي وظهور الوضع في الأحاديث. وظهور الوضع في الأحاديث. حدث الموضوع على الأجوبة. واضطراب الناس في الاستدلال. واضطراب الناس في الاستدلال يعني يستدلون بما لا يصلح دليلا او يتركون ما هو يصلح للدليل. بعد الامام الشافعي الاتجاه الاصولي بعد الامام الشافعي. الاتجاهات الأصولية بعد الإمام الشافعي. أولا
اتجاه أولا اتجاه المتكلمين، اتجاه المتكلمين أو مدرسة المتكلمين. هذا نسبة إلى ماذا المتكلمين؟ نعم، نسبة إلى علم الكلام. يسمى كذلك علم العقيدة وعلم التوحيد، غلب عليه الجدل والكلام وكذا. وأصلها أن ترقب المسألة، يعني بعض من الصلاة يقول أن ترقب المسألة كلام الله عز وجل. هل كلام الله عز وجل هو صفة ذاتية؟ صفة فعل أم لا؟ هل هو حقيقة أم لا؟ وجدت هنا خلافات كما الأشاعرة والفلاسفة يسقط في مسألة عجيبة وغريبة. رب سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. من صفات الله كما تعلمون أن ربي متكلم، يتكلم متى شاء وكيف شاء وأين شاء ولما شاء، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقات كما قال رب الأرض والسماوات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام هو صفة ذات وصفة فعل، فالرب سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية أنه متكلم، وكذلك هو صفة فعل يعني فيه ينتج عنه فعل. فالرب سبحانه وتعالى تكلم بكلام كثير وليس له عد ولا حصر، والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة، كلام الله. هنا الخلاف وقع بين المذاهب العقائدية، مثلا عن الأشاعرة هم خطأ موجود وخطأ قبيح ومشكل المشاكل. مش يقولوا، يقولوا هو القرآن مش كلام الله حقيقة نرى، هو مجاز كلام الله، روح الكلام موجودة، لكن القرآن هذا مش كلام الله. وهذه مصيبة يعني طبعا. علاش؟ يقول لك إذا مش تقول ربي يتكلم وربي موصوف بالكلام تولي مشكلة، نسقط في التشبيه. يقول لك الكلام ما يكون كلام إلا بفكين، فك علوي فك سفلي، وبأسنان وبلهات وبلسان وبمخارج حروف، يقيسون الغائب على الشاهد. وهذا هو اللي يهلك بعض الفرق الإسلامية، هذا هي التشبيه. نحن نقول نؤمن بصفات الله عز وجل بلا تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل، لا نشبه ولا نمثل، ليس كمثله شيء ولا نعطل كذلك. فهو جاء وعطل صفة الكلام. فعند الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة رب العالمين سبحانه وتعالى عندهم أذكر لا يتكلم، تعالى الله مع ذلك عضو كبير. تعطيل صفة الله عز وجل ووصفه بما لا يليق، وهذه جريمة والعياذ بالله. يقول لك كيف مش يجي كلام؟ الكلام والصوت من يخرج كلمة تكون فما فك وعلوي فك سفلي أضراس لهات ملسان، يا ودي منين جبت هالكراسي هذه؟ تعملها في الكراسي منين هذه؟ هذا من لزوم ما لا يلزم شروط ما أنزلها بها من سلطان. وقد رد عليهم أهل العلم بأدلة بسيطة، قالوا مثال النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع شجرة يخطب عليه الجمعة، فبعد ذلك كفر الناس فاقترح عليه بعض الصحابة أن يتخذ لهم منبر عالي شوية أعلى في كذا درجات. فالأشجار كمل المنبر وجاب المنبر يوم الجمعة وحطوه، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على الجذع بتاع الشجرة وشال المنبر، الجذع حن وبكى وكان عنده صوت كما الناقة دينين ويبكي، حط الصحابة كل فزعوا وقعدوا ينظروا للجذع والجذع يبكي منين. فهذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واحتضنه وبقي يهدئ عليه حتى حن سكت، قال لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه. راه قعد يبكي الى يوم القيامه. نسالوهم هؤلاء وقلنا الجذع كيفاش يتكلم؟ عنده علو فك علوي فك سفلي، وعنده اسنان واضراس وعنده لسان ولهات، هو تكلم من غير الات من غير ادوات بتاع نطق. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما ثبت في صحيح السنه يعني جلس مع الصحابة ويحمل الطعام في يديه. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسمع تسبيح الطعام في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كانت كسكسي مع عرش الروز حمص كذا يسمعون يسبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم.
كيفاش عندها فرقة عند سليم عند الهاد؟ ما عندهاش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على حجر قبل البعثة، قال إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. يتعدى يقول السلام عليك يا محمد، قل عليكم السلام. حجرة صمبة يابسة. النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر قال لا تقوم الساعة